ابن أبي طالب إذا تباوعوه يا شباب والي من ولاته، قالوا له هذا أكو شكوك عليه أنه ماديد على بيت المال، أكو شكوك، شكل لجنة يا أمير المؤمنين، دز له كتاب، قال له الحسابات تجيب لي إياها وتجيني للكوفة بسرعة، وإذا تأخرت هيك مضمون كلامه لأشدن عليك شدة، هيك بهالمعنى هذا لأشدن عليك كذا، أجعلك مثلا كسير الظهر كذا الوفر ما أعرف، أكسر ظهرك إذا ما تجي وتجيب الحسابات كلها مالتك، أريد أدقق الحسابات كلها، وإلا إذا تأخرت ظهرك أكسره، وأنا علي بن أبي طالب وتعرفني ما عندي شقة ويا واحد، قروها لأشدن عليك إلى آخره. يا سماعة حافظ النص هيك كانوا يرجفون من الإمام، مش حد اللي يظلم له يسرق له. ولهذا فقير ما ظل بحكومة نصراني يقدي حاسب الدولة مالته، قالوا هذا شلون يقدي؟ قالوا النصراني، قالوا وإذا نصراني عايش ويانا لو ما عايش ويانا عايش شدوا لرات من بيت المال، ممنوع فقير حتى نصراني، ممنوع مو مسلم نصراني ممنوع. وهذا حكم علي بن أبي طالب وغيره. أنبار جيش معاوية هجم عليها، دخلوا على كما في نهج البلاغة، دخلوا على الإمرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فانتزعوا منها حجلها، سلابة ذولا نهابة، مرة مسلمة ومرة نصرانية طبوا عليها للبيت جيش معاوية، سلبوا حجولهن تراتشيهن كذا. وصل الخبر لعلي بن أبي طالب، صعد على منبر الكوفة قال لو أن امرئا سمع بذلك ومات ما كان عندي ملومة بل كان به جديرة. المسلم كون يموت على هاي الفاجعة بحكومتي، واحد يطب يروع الناس ويخوفها ببيوته، مرة نصرانية تخاف بحكومتي، والله واحد كون يموت قهر. ودز الإمام كتيبة قالهم الآن تحررون الأنبار وتأدبون المعتدي. هذا كان حكومة عامنا، الناس آمنة في بيوتها، الدماء مصونة، الأعراض مصونة،